بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا سامي؟ ستة عاملين ايه؟ النهارده معانا درس، اول درس في الوحده الرابعه، ثوره 23 يوليو 1952. طبعا ساءت احوال مصر الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه في ظل الاحتلال البريطاني، طبعا فساد الحكام مما ادى الى تذمر يعني غضب الضباط وتاسيس ما يعرف باسم تنظيم الضباط الاحرار الذي قاد ثورة 23 يوليو 1952. طبعا المصريين لما أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ساءت في ظل الاحتلال البريطاني والاستعمار البريطاني، الضباط الجيش غضبوا تذمروا وقرروا تأسيس تنظيم اسمه تنظيم الضباط الأحرار، وده كان تنظيم سري. ما المقصود بتنظيم الضباط الأحرار؟ هو مجموعة من الضباط المعروفين بوطنيتهم تجمعهم أهداف مشتركة ومؤسسها جمال عبد الناصر، بل اللي أسس تنظيم الضباط الأحرار هو القائد جمال عبد الناصر. ثورة 23 يوليو 1952 كان ليها أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، وأسباب اجتماعية. تاني، أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، وأسباب اجتماعية. الأسباب السياسية تتمثل في الاحتلال البريطاني لمصر وفساد الحكام. أسباب اقتصادية تتمثل في ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل وانتشار الفقر. أسباب اجتماعية تتمثل في سوء توزيع الثروات وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الجهل والمرض. تاني، بالأسباب السياسية لكام ثورة 23 يوليو الاحتلال البريطاني لمصر وفساد الحكام، دي سبب سياسي. طب سبب اقتصادي، ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل وانتشار الفقر، ده سبب اقتصادي. اجتماعي، تمثل في سوء توزيع الثروات وغياب العدالة الاجتماعية. سوء توزيع الثروات معناها ان في حد غني وحد فقير، حد معاه كتير وحد معهوش خالص، وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الجهل والمرض. العدالة الاجتماعية اللي بيطالب بيها الشعب المصري هي توزيع الثروات القومية على المواطنين توزيعا عادلا، يعني كله يبقى معاه، ما فيش حد معاه وحد ما معهوش. مبادئ الثورة كانت ايه؟ عايزين ايه؟ او اهداف الثورة، او الثورة عايزة ايه؟ الثورة عايزة 6 حاجات، تقضي على 3 حاجات، قضاء على 3 حاجات، اقامة 3 حاجات تانيين. القضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، القضاء على الاستعمار واعوانه. يبقى 3 قضاء، قضاء على الاقطاع، قضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، قضاء على الاستعمار واعوانه. طب اقامة ايه؟ اقامة 3 حاجات، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة جيش وطني قوي، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. بالقضاء على الأقطاع، قضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، القضاء على الاستعمار وأعوان. طب إقامة عدالة اجتماعية، إقامة جيش وطني قوي، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. دي مبادئ ثورة 1952 سوريا. أهم إنجازات الثورة، الثورة نجحت أو نجحت. أولاً إنجازات سياسية، أو ما هي الإنجازات السياسية أو ما النتائج المترتبة على الإنجازات السياسية لثورة 23 يوليو؟ 1. إلغاء النظام الملكي، مصر ما بقتش ملكية، وإعلان الجمهورية في يونيو 1953. عقد اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا، الجلاء خلاص بريطانيا هتمشي عن مصر، هترحل. تأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956، تم تأمين يعني جعلها ملك للأمة. الاهتمام بالكليات العسكرية. من الإنجازات السياسية لثورة 23 يوليو 1952، إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية في يونيو 1953، عقد اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا، تأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956، الاهتمام بالكليات العسكرية. إنجازات اقتصادية. النتائج المترتبة على الإنجازات الاقتصادية لثورة 23 يوليو 1952، 1. بناء السد العالي على نهر النيل وافتتاحه عام 1971. 2. بناء الصناعة الثقيلة مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان. يبقى النتائج المترتبة على الإنجازات الاقتصادية لثورة 23 يوليو 1952، بناء السد العالي وبناء الصناعات الثقيلة مثل مصانع الحديد والصلب. نيجي إنجازات اجتماعية. نتائج مترتبة على الإنجازات الاجتماعية لثورة 23 يوليو 1952، 1. إصدار قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 الذي نص على تحديد ملكية الأراضي الزراعية للقضاء على الأقطاع.
طبعا قصدها قانون اصلاح زراعي. الاول خالص حق الفدان وزع على الفلاحين، كل فلاح 200 فدان. طبعا 200 فدان برضو قانون اول. قانون تاني برضو راحوا خفضوا 200 الى 100. تالت خفضوا 100 الى 50 علشان يبقى فيه تحقيق للعدالة الاجتماعية. يبقى اصدار قانون اصلاح زراعي سبتمبر 1952، ونص قانون الاصلاح الزراعي بينص على تحديد الملكية الاراضي الزراعية وصلت 50 فدان لكل فلاح. في انجازات عربية ودولية. نتائج مترتبة على الانجازات العربية والدولية لثورة 1952، اقامت وحدة مع سوريا، مصر وسوريا اقاموا وحدة عام 1958، ولكنها لم تدم طويلا. كمان مساندة معظم حركات التحرر الوطني في اسيا وافريقيا، ومن ابرزها ثورة الجزائر. هل الانجازات اللي اتعملت دي كلها والثورة، الدول الخارجية ودول الاستعمار هتسكت؟ لا. قام عدوان ثلاثي على مصر 1956، سمي العدوان الثلاثي بهذا الاسم. الدول المشتركة بالعدوان 3 دول، انجلترا فرنسا اسرائيل. 3 دول انجلترا فرنسا اسرائيل. اسباب العدوان الثلاثي على مصر. بسبب اعلان مصر تاميم شركه قناه السويس في يوليو 1956. العدوان جه علشان مصر اممت شركه قناه السويس في يوليو 1956. طبعا العدوان الثلاثي فشل في السيطره على مصر. النتائج المترتبه على العدوان الثلاثي على مصر 1956 ادى الى فشل العدوان الثلاثي على مصر. فشل ليه العدوان الثلاثي على مصر؟ بما تبصر اسباب الفشل. واحد، وقوف الجيش والشعب بجانب قيادته السياسية ضد العدوان. 2، تضامن الشعوب العربية بجانب مصر. 3، معارضة الاتحاد السوفيتي لروسيا، الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا، للعدوان وتهديده بالتدخل العسكري. يبقى العدوان فشل لثلاث أسباب: وقوف الجيش والشعب بجانب قيادته السياسية لصد العدوان، تضامن الشعوب العربية بجانب مصر، معارضة الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا للعدوان وتهديده بالتدخل العسكري. نيجي بقى للعدوان الإسرائيلي على مصر في يونيو 1967. أسباب العدوان الإسرائيلي على مصر 1967: نجاح مصر في مناصرة حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا، رغبة إسرائيل في القضاء على زعامة مصر للعالم العربي. مصر لما سندت الدول العربية في آسيا وأفريقيا والدول الأفريقية، طبعا إسرائيل عايزة تقضي على زعامة مين؟ مصر، علشان ما يبقاش ليها كلمة على الدول العربية. نتائج مترتبة على العدوان الإسرائيلي على مصر في يونيو 1967: 1، هزيمة مصر. 2، استولت إسرائيل على كل من إسرائيل. أخذت إيه؟ هي مصر اتهزمت، إسرائيل نجحت في السيطرة على شبه جزيرة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس من مصر، هضبت الجولان السورية من سوريا، الضفة الغربية لنهر الأردن من الأردن، القدس الشريفة من فلسطين. يبقى الأربع مناطق اللي قدرت إسرائيل تستولى عليهم شبه جزيرة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس، هضبت الجولان السورية من سوريا، الضفة الغربية لنهر الأردن من الأردن، القدس الشريفة من فلسطين، القدس الشرقية من فلسطين. بعد هزيمة 5 يونيو 1967، لم تستسلم مصر، بل ازداد أبناؤها عزيمة وإصرار، وكان عليها الاستفادة من دروس الهزيمة، فقامت بإعداد وتنظيم وتسليح تدريب قواتها المسلحة وفق أسس وتخطيط علمي دقيق من أجل استرداد أراضيها التي استولت عليها إسرائيل ومصر. الدرس الجاي هيبقى معانا حرب أكتوبر المجيدة 1973. كده الدرس بتاع النهاردة خلص. يا رب تكونوا استفدتوا الدرس. اللي عنده أي أسئلة يتفضل يسأل، واللي ما عندوش أسئلة يحل الأسئلة ويبعتها لي.